غير كده انا بعمل دلوقتي مشروع يعني صغير، يعني هو بس هو زي ساتلايت مصغر اسمه كيوب سات. الساتلايت دون بيطلع الفضاء. الفكره بتاعت المشروع ان هو يدور على ميه زياده في قاره افريقيا. قاره افريقيا فيها مشكله في الميه، الميه العذبه في الشرب. الكيوب سات عشان هو صغير جدا فما ينفعش يلاقي سورسز جديده، ما ينفعش يلاقي سورسز جديده للميه. تمام. اللي انا بعمله دلوقتي ان هو من الفضاء بيقيس الكواليتي، الجوده بتاعت الميه نفسها في افريقيا. ده لسه المشروع ده وانا بعمله مع جامعه ميونخ، ومعانا بروفيسور، معانا رائد فضاء، وطلبه من جامعه ميونخ نفسها، وان شاء الله عايز في مصر ومن جامعات تانية في افريقيا ان هم يخشوا في المشروع ده، عشان المشروع ده مشروع يعتبر مشروع افريقي لامن فيه ناس من افريقيا وبتساعد افريقيا نفسها. ده ان شاء الله الخطوه اللي جايه يعني. طيب.